مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. جو برو ماكس يا جماعة، هاي عبارة عن 360 جو برو، هاي بتصور 360 درجة. طبعا خلينا نبدأ بالأنبوكسينج. هذا هيك، هذا بدها ريفيو. شو هذا؟ ليش هاي؟ اوكي، ايوه طلعت. هذا بوكس بس ما في اشي جوا، والان الجو برو ماكس. اوكي، هاي هي طبعا، بتفتحها هيك بترفعها وتضغط هدول التنتين فبتطلع الجو برو ماكس. هاي حاطين فيها في شغلة هون، يو كان ريموف ات. هاي هي الجهاز، حنرجع لها. طبعا في هون جو بروكس انليميتد ستورج، اذا بدك تشترك هذه يو كان تراي ات فري. بس بعدين هون كيف تبدا تستخدم الجو برو ماكس، هون كيف تعمل لها تشارج، شغلات سريعه جدا. هون ايش هاي نوتس عشان تقدر تشتغل، ما هون الوارنتي، عاملين لك اوكي، عاملين لك زي محفظه للجو برو ماكس. الكل بقول لك انها مش كويسه لانه اللينز هاي كتير سهل انها تتجرح وتنكسر. جوا هذا المكان زي ما انتم شايفين هون جواها حاطين زي كفر لللينز عشان تحمي اللينزات. بس الكل بيحكي انه وطبعا هذه الكفرز لو ضلت على الكاميرا وانت بتصور ما حتأثر التصوير. طبعا USB-C دائما بيجي معها. هون اذا عندك اي question ممكن تروح على الجو برو. خلينا نشوف هاي اللواصق للجو برو دائما تيجي. وطبعا الكتالوج هذه، او هاي كيف تحط اللينزز. وطبعا بيجي معها اثنين سوفت روبرز، هدول بيجوا بس عشان تحطهم فوق هاي زي ما انتم شايفين هيك عشان يحموا اللينز كمان، لانه زي ما حكينا بتيجي بطاريه واحده. احنا زي ما شفتوا شرينا بطاريات ثانيه. وهاي اخر شغله اللي هي تيجي مش اللي هي كفر هيك كيرفد، هاي عشان تحطها على الطاقيه. فهذا كل اللي موجود. خلينا الان نبدا ب هاي. طبعا هون ال بيجي عليها، خلينا نشيل هدول. اوكي، فيرست وي بيل ذس، اول شيء هاي من هون يمكن. هاي عباره عن لاصق هيك ملون فما بتقدر تشوف فيه للاسف، عاده بكونوا حاطين هاي. اوكي، هاي هيك التنشان، صراحه مش سهله. اوكي، الان البطاريه مكانها هون، فبدنا نشوف. ايوه هيك، وهي مكان البطاريه. لازم نحط اس دي كارد طبعا، هلا حنشوف انه اس دي كارد. بس بدون اس دي كارد خلينا بس نضوي. البطاريه بتنحط بالطريقه هاي زي باقي الجو برو، وتدخل لجوا وبتتسكر. بعدين لازم تسكر هاي عشان تصير فول ووتر بروف. هلا ضويناها، شوف. طبعا في حنعملكم ريفيو كامل عنها وكيف التصوير تبعها. هلا حنعمل لها سيت اب، بس هذا هو بشكل عام الجو برو ماكس. اللي بتختلف عن الجو برو بنستخدمها الان اللي هي الجو برو العاديه. هاي فيها تو اوبشن، تقدر تشتغل جو برو عادي وجو برو اللي 360. بس الجو برو عادي مش 4K، اللي هو 10 قديش بسموه 1080p. هذه يعني بدنا نجرب ونورجيكم الفيديوهات. الصوت طبعا بيحكوا انه فيها اربع سبيكر، شو اسمه، مايكروفونز، فبتكون كتير كتير سنسيتيف للصوت. حنورجيكم
بعد ريفيو بعد ما نخلص. ايش هو بس ريكورد ايش هذا؟ جو برو ستوب ريكوردينج. GoPro stop record. طيب هلا احنا هيك بدنا نجرب ال 3D60 الفيو زي ما انتم شايفينه حتشوفوا اشي هيك تقريبا غريب. طبعا هذا بجوبرو ماكس 360 زي ما انتم شايفين، مش عارف اذا بتقدروا تشوفوا كيف المنظر، حنشوف كيف الايديت تبعها. هذا بس تجربة للصوت وللصورة وكيف ال العمود تبعها، هذا الهوك اللي حاملين فيه. ان شاء الله يكون الستيتش كويس، لانه هو المشكله فيه دائما هي الستيتش. الجو برا برد، انا مش حلابس كثير، فاضطر اني ارجع واخلص هذا التسجيل اللي مدته 40 ثانيه. جو برو ستوب ريكورد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.